نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بهدف اطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، رحب خلالها بالحضور مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته. كما تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات بواسطة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الإعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في التصدي للأعمال الإرهابية بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار. ينعقد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية العربية، وذلك في إطار عام الشباب العربية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا الملتقى الذي ينعقد في ظل الاهتمام بالإعلاميين الشباب وإصقال خبراتهم ومهاراتهم، لأنهم هم مستقبل هذه الأمة. دور الإعلام العسكري في الحرب والسلم ممكن أن تحدثنا عنه؟ أولاً، مصطلح الحرب الإعلامية الآن هو واحد من أكثر المصطلحات تكراراً في كل الأدبيات وفي كل وسائل الإعلام. الإعلام الآن لم يعد مجرد أداة من أدوات الحرب، لا، ده بقى هو ساحة للحرب. وشفنا أنه كتير من التنظيمات الإرهابية، ودي نتائج لدراسات علمية أجريت في جامعات عريقة، بتقول أنه كثير من التنظيمات الإرهابية تقوم بعمليات لمجرد الظهور الإعلامي، وعدم تغطية الإعلام لهذه العمليات تعتبر عملية فشل. وبالتالي التأثير على الحالة النفسية والحالة المعنوية وتحقيق رواج إعلامي من خلال هذه العمليات مسألة مهمة للغاية. حضرتك سألتني سؤال مهم فيما يتعلق بدور الإعلام العسكري في السلم وفي الحرب. الحقيقة هو دور مهم جدا، وهو الحفاظ على الروح المعنوية، الحفاظ على وصول المعلومات الحقيقية والموثقة للجمهور في كلتا الحالتين. كما قام الوفد بزيارة متحف الكلية الحربية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية، وكذا المرور على عدد من ميادين اللياقة البدنية وتطعيم المعركة. وشهد الوفد عرضاً عسكرياً أظهر مدى الانضباط الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية. وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة. احنا النهاردة موجودين في الأكاديمية العسكرية المصرية، فخر لكل مصري ان هو يكون متواجد النهاردة فيها. احنا بننفذ ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية نسخة تانية، طبعا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هدفنا ان احنا نخلق جيل جديد من الشباب الإعلاميين يكون صادق، يكون يتحرى الدقة في المعلومة قبل ما يذاعها، يكون عنده روح الوطنية، سواء أولادنا المصريين أو شبابنا العرب. إزاي نرجع القومية العربية بين الشباب عن طريق العلاقات وعن طريق الزملاء أو الشباب الإعلاميين دول. أنا سعيد جدا بتواجدي النهاردة في الأكاديمية العسكرية المصرية، وفخور جدا بتواجدي في هذا الصرح المصري الأصيل. معنا وفد القيادات الشبابية الإعلامية العربية. الزيارة السابقة كانت القيادات الشبابية المصرية، النهاردة القيادات الشبابية الإعلامية العربية بمشاركة العديد من الدول العربية معنا النهاردة. طبعا كان في فعاليات كتير جدا جدا، والولاد اتبسطوا جدا جدا بتواجدهم في مصر اللي هم الاخوه العرب، والمصريين اتبسطوا ان هم بيشاركوا في النسخه الثانيه لهذا الحدث الكبير جدا اللي اثر معاهم واهلهم فعلا ان هم يكونوا قيادات شبابيه على مستوى عالي جدا من التاهيل، بحيث ان هم يتكلموا فعلا عن الوطن بالمصداقيه وبالطرق العلميه الحديثه الاعلاميه اللي ما تخليهمش يتطرقوا لاي شائعات او اي جهات مغرضه او
او اخبار كاذبه او 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 يعني طبعا في البدايه شيء عظيم ان الدوله المصريه تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتتيح الفرصه لقيادات شباب الاعلام في العالم العربي لزياره واحده من اهم قلاع العلوم العسكريه في الوطن العربي وهي الكليه الحربيه، وذلك لتوضيح اليه اعداد طالب ينتمي للقوات المسلحه يدرك المسؤوليه الوطنيه والاجتماعيه ويحمل في وجدانه معالم الوطنيه لحفظ امن واستقرار مصر وايضا ليس مصر فقط لكن العالم العربي بالعالم اجمع. نحن الان في الاكاديميه العسكريه المصريه وفي ارض الكنانه مصر، حضرنا على هامش ملتقى الشباب العربي الاعلامي هذه الزياره الكريمه، ونحن سعداء جدا بزياره مصر. مصر تعتبر بالنسبه لنا نحن اليمنيين ولجميع الوطن العربي العمود الفقري الذي يحمي جميع الوطن العربي. سعيده جدا اننا معكم وفي هذا الحدث العظيم. أكثر شيء أسعدني اليوم هو العرض العسكري الذي شاهدته وانثلجت صدورنا بذلك. صراحة أحسسنا أننا في أمن وأمان إذا كانت مصر في أمن وأمان. هنيئا لكم بمصر وهنيئا لمصر بكم.